السلام عليكم يا اصدقاء، عدت لكم من فيديو جديد. وفي هذا الفيديو راح نلعب لعبة مخيفة جدا، يعني هنا تتوقف. في هذا الفيديو سوف يكون مميز على باقي الفيديوهات الاخرى. لماذا؟ سوف يكون في هذا الفيديو لعبة مرعبة ومخيفة جدا. اصدقائي، اليوم سوف نلعب لعبة The Walking Dead Survivor Instinct. يس يا اصدقاء، ممكن هذه اللعبة تكون جديدة عليك وهكذا، ولكن الآن إذا لم تكن تعرف هذه اللعبة سوف أعرضها معكم اليوم يا أصدقائي. لعبة مخيفة جدا، لعبة زومبي، ونحن نقوم بقتلهم وهكذا وهكذا وهكذا. كما تعلمون في الأفلام الزومبي، حسنا لنحمل السكين. بدايتنا هنا يا أصدقائي، نخرج من هذا المنزل، نخرج من هذا المنزل. أصدقائي ليكن في علمكم، هذه اللعبة يحملها كل الأجهزة، يحملها كل الأجهزة، وهذا هو الممتع في هذه اللعبة، وهذا هو الرائع في هذه اللعبة. لماذا؟ تحملها الأجهزة الضعيفة والمتوسطة وكل الأجهزة الشبه ميتة يا أصدقائي. كل ما عليك تذهب إلى الأوبسيون وتعدل فقط على كواليتي، وتعدل على الكارت يا أصدقائي، كارت الشاشة يعني، تضعه 800x600 وتشتغل معك اللعبة بدون مشاكل. حسنا نخرج من هذا مغلق. لا هذا مغلق. حسنا، يبدو ان هناك باب غير هذا يا اصدقائي. هذا لا، ليس هذا، يبدو هذا الذي اتينا من هذا يا اصدقائي، هذا هو الباب الخروج. هيا لنخرج. او ما هذا الصوت؟ اوه، انه الزومبي هنا يا اصدقائي. انظروا الى الخريطه، يقول لي اذهب الى ذلك المكان، ولكن اين سوف اذهب؟ حسنا، هل نقترب الى هذا الزومبي ونقتله؟ هيا مت ايها اللعين. انه الزومبي، هيا الهروب. أين هو الطريق يا أصدقائي؟ لقد ضللت طريقي. أين هو؟ أين هو؟ تبا لقد أرعبني. هيا لنهرب، اقتل. لا أظن أنه سوف يموت بالسكين، يبدو أنني سوف أجد قناصة على كما قالوا لي أصدقائي. نعم، هاي قناصة يا أصدقائي، وهيا لنحمل رصاصها. هيا احمل الرصاص، ما بك. هيا هيا اذهب الى مكان وصوب عليهم على الرأس مباشرة. اين هم؟ هيا بوم الرأس يا اصدقائي، انت ايضا بوم. لم اصبه، يا الهي لا تقولوا لي لقد اصبتهم في الاثنين، لقد اصبتهم في الاثنين يا اصدقائي، لقد ماتوا للاثنين. هذا ايضا بوم، مت ايها الاحمق. يا اصدقائي هذا سلاح رائع جدا، هذه سنايبر رائعة جدا، قتلتهم في الاثنين لان واحد كان وراء واحد. وكما تعلمون ان القناصة تخترق الجسد، ويعني رصاصتها تخترق الجسد وتخرج من جسدك وتذهب الى مكان يعني اذا كنت وراء سوف تخترق جسدك ايضا، جسدك ايضا. حسنا اصدقائي، هيا لنقترب. ماذا يوجد؟ هذه اللعبة اصدقائي مركبة على شكل الغاز، تفعل هكذا وحتى تهرب من هذه المدينة. اقتل على الرأس، احسنت. هل هناك المزيد؟ يبدو انه لا يوجد وراء احد هنا. لا اعلم لماذا انا اجمع هذا البنزين يا اصدقاء، يبدو انني اريد حرق شيء، او هذا البنزين سوف استعمله في سيارة ما لكي نهرب من هذه الغابة المخيفة. يوجد، ان الزومبي هنا يا اصدقائي. هيا لنقتل الزومبي، بوم. يا الهي لم اصيبه. هيا هذه المرة الثانية، لا تقولوا لي الري. يا للخسارة، لقد أن الرصاص لقد نفذ. ماذا سوف أفعل؟ فقط أجري. أجري نجري. أوه لا 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 لا، لا تقولوا لي لقد قتلوني. تبا، لقد قاموا بقتلي يا أصدقائي. تبا لهذا، تبا تبا لهذا، استغفر الله. حسنا سوف نعيد، لا مشكلة. أصدقائي لكي أذكركم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك على الفيديو ليحفزني بنشر المزيد ان شاء الله، وتضع تعليق حلو يعني جميل. لماذا؟ لكي نستمر. كما تعلم ان كل تعليق محفز وجميل سوف يغير من حياتنا الكثير والكثير. حسنا يا اصدقائي، هاي ما هذا؟ لا تقولوا لي لقد اعادونا من المنطقة. تبا، لقد اعادونا يا الهي، يا الهي لقد اعادونا. حسنا لا مشكلة، هيا لنقتل هذا الزومبي او نتسلل ورائه لكي لا. يبدو انه اشتم رائحتنا يا اصدقائي، يبدو انه اشتم رائحتنا. حسنا لن يستطيع ان يرانا، هيا نتسلل بالبطء.
هيا ماذا يوجد هنا؟ لا شيء. تبا لقد رآني الهروب. يا إلهي إنه يجري، تبا لهذا، وهذا يسد طريقي. حسنا هيا، أين هي القناصة؟ لم تق حسنا القناصة لقد أتت إلى مكانها، وهيا لنحمل الرصاص. هيا لا تجعلهم يضربوك يا أحمق. هيا اقتل، ابلع. لقد قطعت يده يا أصدقائي بالضربة هذه. ما بك يا غبي؟ أنت لست قادر على الفصحى. لا تتكلم بالفصحى يا أخي، تكلم بلهجتك. ولكن أنا أتكلم بالفصحى لكي كل جميع العرب يفهموني وهكذا. هيا على الرأس. واو لقطة رائعة جدا. هيا أنت، هيا أنت، اقتل اقتل، إن الزومبي أتيين. تبا لهذا. لا تقولوا لي الرصاص لقد نفذ. يا إلهي الرصاص لقد نفذ. إنهم يركضون. اقتل اقتل اقتل. يا إلهي هذا أصعب زومبي رأيتهم، أصعب من ريزيدانت إيفل، أتعلمون؟ أصعب من ريزيدانت إيفل. اقتل. وأخيرا لقد نلت منهم، ولكن دمي فقط درجة، الدم الخاص بي درجة فقط. يعني إذا جاء زومبي و ضربك ضربة واحدة سوف تكون ميت، وسوف تنتهي الحلقة أيضا. هيا لنصعد هنا. ماذا يوجد؟ أوه إن الزومبي ينتظرني. يا إلهي لماذا يصعبون هذه المرحلة؟ إنها المرحلة الأولى يا أصدقائي، لماذا يصعبون الأمر؟ أوه لقد اشتم رائحتي. هيا اقتل ما هذا؟ إنه سريع جدا، لقد قتلني. نعم كما تلاحظون، ما قلت لكم إذا قتلني سوف تنتهي الحلقة. تبا لهذا. حسنا أصدقائي، يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى تشتركوا بالقناة، ولا تنسوا زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا. هيا يا أصدقائي أنا أحتاج الدمع. ماذا؟ قلت أحتاج الدمع. عزني أصدقائي أنا أحتاج الدعم، أحتاج الدعم كثيرا. لماذا؟ وأنتم من سوف يدعمونني وأصل إلى مستوى لم يصل له ولا أحد في هذه الدنيا، وأنا متأكد أنني سوف أصل. أنا متأكد، أنا على يقين أنني سوف أصل إلى مستوى لم يصل له ولا أحد في الدنيا هذه إن شاء الله. إن شاء الله يا أصدقائي، هذه بفضل الله يا أصدقائي وبدعمكم أنتم. أنتم أسطورة يا أصدقائي، أنتم أساطير، أنتم أنتم كل شيء يا أصدقائي. فقط لايك على الفيديو، وأتمنى تشترك أيضا وتنضم إلى أصدقائي. أنتم كلكم أصدقائي يا أصدقاء. وإذا كبرت هذه القناة يا أصدقائي يبدو أنني أقول كلمة أصدقائي كثيرا، ولكن لا علينا، نقول هذه الكلمة لكي نسعدكم، لكي أظهر لكم أنكم حقا أصدقائي، وأنكم حقا أساطير، وأنكم حقا حسنا أصدقاء. آخرا وليس آخرا، اشتركوا بالقناة. يا أعلم أعلم يا صديقي أنني أكثرت من هذه الكلمة وهي مزعجة كثيرا، ولكن يا صديقي إذا أعجبك الفيديو أعجبك المحتوى الخاص بي، لما لا تشترك وتنضم معي وتكون تشاهد كل يوم وهكذا وهكذا وهكذا. حسنا يا أصدقائي، نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله، وحلقة يعني نعم فيديو جديد، أو ممكن سوف نكمل حلقات هذه اللعبة، أو لا أعلم، ممكن لا ألعب هذه اللعبة لأنها صعبة جدا، سوف ألعب ألعاب أخرى إن شاء الله. وإلى اللقاء، لا تنسوا الاشتراك.